نحن نتحدث اليوم بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء نتحدث عن صناعة الطاقات المتجددة. أصبحت الحمد لله عندنا مصانع الألواح الشمسية، مصانع الألواح الريحية، مصانع متعددة يعني فيما يتعلق ببعض المكونات التي نحتاجها في الطاقة وفي الشبكة الكهربائية. فإذا نحن نتحدث عن بداية تطور كبير جدا في مجال يعني الصناعة الطاقية، والسيد وزير الصناعة مع وزارة الطاقة والمعادن مع وزارة المالية وغيرها نشتغل على المنظومة المتكاملة ما يسمى بالإيكو سيستم المرتبطة بالطاقة، لأننا نريد صناعة طاقية وأن يكون المغرب حاضن لجزء من الصناعة الطاقية العالمية. لكن الصناعة أيضا لا يمكن أن تكون إلا ببحث علمي. يمكن نقول مئات الملايين ديال الدراهم يصرفها المغرب في مجال البحث العلمي، فقط في 3 سنوات هناك 800 مليون ديال الدرهم التي تصرف في مجال البحث العلمي. عندنا الحمد لله قواعد البحث العلمي، دي بلاتفورم يعني مناطق ديال البحث العلمي، مثل يعني البلاتفورم ديال بن غرير في مجال الطاقة الشمسية، أضفنا إليه في مجال البناء المستدام والنقل المستدام. هناك البحث العلمي اللي غادي يكون محطة البحث العلمي اللي غتكون في الجنوب في مجال الماء والطاقة، يعني ربط الماء بالطاقة. هناك أيضا البحث العلمي في مجال ما يسمى بالطاقة الحيوية أو البيوماس. هناك أيضا إعداد البحث العلمي في مجال الإدروجين الذي سيحدد المستقبل، أيضا سيكون جزء من مستقبل الطاقة قريبا في العالم، وهناك نقاش عالمي في هذا الموضوع. وهناك أيضا البحث العلمي في مجال الإنارة وخاصة الإنارة الطبيعية. طبعا أكادير تحتضن، أنتم تعلمون أهمية أكادير وخاصة بعد المشروعين الكبيرين الذين أطلقهم صاحب الجلالة. المشروع الأول هو في مجال الصناعة، يعني المنطقة الصناعية اللي إن شاء الله تعطي دفعة كبيرة جدا بالنسبة لجهة سوس ماسة وبالنسبة لأكادير. ثم أيضا المشروع الذي أعلن عنه صاحب الجلالة فيما يتعلق بالشبكة السكاكية، البنية التحتية زائد الصناعة زائد السياحة زائد الفلاحة زائد البحر زائد الموقع الاستراتيجي لأكادير وسوس ماسة. إن شاء الله هو فيه فائدة كبيرة لهذه الجهة، ولكن أيضا سيخلق دينامية أكبر يعني بالنسبة للبلاد ديالنا.